رجعنا لكم بعد الفاصل من مطبخ اسيا في ضيافه اسيا، مطبخ اسيا في بره رمضان وضيافه اسيا في رمضان. هنعمل دلوقتي محشي ورق العنب، هنعمله بطريقه جديده حلوه جدا، هيبقى فيه تركيبه بهارات يمكن اول مره تسمعوا بيها في برنامج طبخ. ليه؟ لانه التركيبه دي او الخلطه دي تركيه، بس اكتشفت انه الشوام او البيوت القديمه في الشام خصوصا سوريا بيعملوا الخلطه دي ومشهورين بيها قوي، وكلته في كذا بيت سوري وعرفت ان ده السر بتاع البهار اللي بيتضاف في الخلطه دي. مش هنرغي كتير، بس هنعمل مع بعض الخلطه. اول حاجه هبتدي، دي خلطه على التسبيك او مش نايف ني، يعني بتتعمل على النار بس بتتعمل بزيت الزيتون. عندي زيت زيتون هشوح فيه البصل، يعني خلطة مطبوخة. عندي هنا البصل، عندي أول حاجة، بعدين هضيف الفلفل الأخضر، عندي نص حبة فلفل رومي أخضر مفرومة صغير، وعندي تقريبا فصين من الثوم مفرومين، عندي كمان صلصة، أو خلينا نضيف الطماطم الأول، طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، ودايما حاولوا تصفوها من البذر عشان خاطر البذر ما يحمضش خلطة المحشي، لانه انا عايزة الحموضة اجيبها من دبس الرمان ومن عصير الليمون. عندي كمان الصلصة، معلقتين كبار من الصلصة تقريبا. المقادير اللي انا حطاها على الموقع مقادير مظبوطة، ما تقلقوش. الناس اللي بتخاف او اللي ما بتعرفش تظبط الصلصة والملوحة والطعم والبهارات للمحشي، لانه عارفين خلطة المحشي بتبقى كتير قوي، فالناس اللي بتخاف ما تظبطش، اللي انا حطاها على موقع قناة ست البيت او اللي بينزل على صفحة مطبخ اسيا بيكون مظبوط بالسحتوتة. فهقلب المكونات دي مع بعض. ابدا ابدا لما نكون بنعمل الخلطه المطبوخه بتاعه المحشي ما ندخلش الخضره للنار، لازم الاول نسبك ونقلب كل المكونات مع بعض ونخرجها بعد ما نضيف الرز، وبره النار بنضيف الخضره بتاعتنا. دي قاعده اساسيه في كل انواع المحاشي المطبوخه او صاحبه الخلطه المطبوخه، عشان خاطر لو طبخنا الخلطه على النار هنا بالخضره بتاعتها واتحشت في المحاشي ودخلت تاني على النار، الخضره ما بتبقاش بتدي نكهه حلوه. التركات الصغيره دي هي اللي بتغير المحشي على فكره، عشان كده بنلاقي المحشي في البيت ده حلو، والمحشي في البيت التاني احلى، والمحشي اللي في البيت التالت احلى واحلى، فاحنا دايما بنحاول ندي الحاجات اللي بتوصل نتيجه حلوه. طيب بعد ما سبكت الحاجات دي هضيف الرز. الرز طبعا منقوع، رز مصري نقعاه قبل كده مغسول ومنقوع حوالي نص ساعه، كل ما تنقع كل ما كان احسن واحسن. وهبتدي اسبك الرز مع الخلطة دي عشان انشفه من السوائل. اوبس، هو ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة في المطبخ، نحنا نطرطش على بعض. طيب بعد ما حطيت كل ده هبتدي اضيف البهارات. البهارات هستخدم اربع حاجات، ثلاث حاجات اساسية وما فيهاش اختلاف، اللي هي جوز الطيب، يعني بنكتر شوية البهارات لانه الخلطة بيبقى فيها رز كتير، وهحط شويه فلفل ابيض، مهم قوي موضوع الفلفل الابيض في المحشي بتاعنا، وهحط كمان الفلفل الاسود. المحشي الحاجه الجميله اللي فيه ان انت دايما سمي الله واتكلي على الله كده واخلصي النيه، دايما الحشوه بتاعتك هتطلع كويسه. مش معنى المحشي بس، ده في كل الطبخات يعني ما يختلفش عليها اتنين. هحط الملح، بس هحط معلقه، متعوده انا دايما في خلطه المحشي العاديه احط من معلقتين لثلاث معالق، لكن في المحشي بتاعي هنا هحط معلقه عشان في عصير ليمون وفي دبس الرمان، وانا خايفه الملح يشمتني زي ما بيقولوا. المكون بقى الاخير واللي هو السر هو القهوة التركي او البن المطحون. ما تستعجبوش، انا بس حابة الفت الناس للحاجة، يعني والله العظيم اللي بيبقى عنده اسرار او اللي بيبقى عنده تركيبة بهارات او حاجات كده بيضيفها للطبخة، هو مش قاصد ينكد على نفسه ولا قاصد يعك زي بعض الكومنتات اللي بتيجي، اللي هو ايه العك ده، ايه القرف ده، ايه الحاجات دي. والله العظيم هو مش قاصد ان هو ياكل حاجه مش كويسه، بالعكس هو بيدور او بيجرب او بيحاول يلقط طعم ونكهات جديده بتحلي الطبخه، فما نحكمش على الحاجه الا لما نجربها.
في ناس مدرسة أو يعني في بعض المدارس منهم أمي ما تحبش تغير وصفتها أبداً، ودول الناس الكبار اللي بيبقى صعب إقناعهم، مش زينا إحنا الصغيرين اللي منحب التغيير. ماشي، ما عندناش مشكلة، امشوا على نفس الوصفة بس شيلوا البن ده لو مضايقكم، بس المعلقة بتاعت البن دي صدقوني ولا هتبان في الخلطة ولا هيحس بيها حد، لكن كل اللي هتعمله إن هي هتمتص كل الحموضة بتاعت المحشي خصوصاً ورق العنب، وهتخلي لي الخلطة مظبوطة. لو جربتوا الوصفة دي ومحدش عجبه الطعم عندكم صفحات تشتموا زي ما انتوا عايزين، عيشوا حياتكم، بس ما تحكموش على الحاجة زي قبل ما تدقوها. والله العظيم والله العظيم ما في اي ست بيت في العالم كله بتبقى يعني مصممة انها تنكد على نفسها وعلى اولادها وعلى جوزها انها تضيف حاجة غريبة في الطبيخ، بالعكس هي لما بتجرب حاجة وبتعمل حاجة بيبقى قصدها ان هي تجيب نكهة جديدة. فما تحكموش على الحاجة، مش عايزين ندخل في سكة قال الله وقال الرسول، وانه الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا ان ما نعبش في الاكل ولا اي حاجة، بس بليز يعني انا مش متضايقه على فكره ولا زعلانه من التعليقات، بالعكس دي حاجه بتبسطني، ده معناها ان انتوا بتتابعوا البرنامج، بس بليز ما تحرموش نفسكم من الوصفات الجديده، لانه ساعات يعني كنا بنحكم على حاجه وبنقول ان هي وحشه بس بيفوتنا كتير، لان هي في واقع الامر تبقى لذيذه جدا. البن انا هضيف معلقه صغيره، ما هيش قصه كبيره، ممكن تشوفوا الخلطه هتسود، بس صدقوني السواد ده أصلاً أو لون البن هو لون دبس الرمان، يعني هتروح يعني مش هيحس، ما تقولوش لحد خالص ان انتوا عاملين البن ولا هياخد باله. يعني انا يوم ما جيت اجربها، انا ساكنه معايا حماتي في البيت زي ما انتوا عارفين، يوم ما جيت اجربها وحماتي من الناس اللي بتبقى معتزه جدا بوصفاتها وما تغيرهاش ابدا، فلو كنت قلت لها قبل ما اغير الوصفه او قبل ما اضيف البن مش هترضى تاكل اصلا، لكن انا عملتها وقدمت ورق العنب وما فيش اي مشاكل والدنيا تمام، فراحت واكله وكل حاجه. لما خلصت قلت لها ايه رايك، قالت لي حلو جدا، ده ورق العنب الشامي ده اللي هو الورق اللي بيبقى بالدبس الرمان والليمون، قلت لها اه هو ده، قالت لي اه حلو حلو جدا. قلت لها طب تعالي اقول لك بقى انا حطيت ايه، قالت لي قلت لها اصل انا كنت في تركيا واكلت شفتهم هما بيطبخوا ورق عنب والست عملت كذا وكذا وكذا. لا يا شيخ، قلت لها اه. فمن ساعتها بقى يعني اظهرت لها انه مش من السهل ان الواحد يحكم على الحاجه قبل ما يجربها. طيب بعد كل العريضه دي والكلام ده طفينا النار لانه تسبكت الخلطه. عندي هنا تقريبا يعني شوي ربع كوبايه او تلت كوبايه من النعناع، يعني حوالي فرع نعناع كده، بس خد الاوراق بس ما تاخدوش الاغصان. نعناع طبعا طفيت النار يعني ما بقاش في نار، هضيف بقى البقدونس، خضره حلوين يعني شويه خضره حلوه قوي، وهضيف الكزبره بتاعتي. صدقوني المحشي ده رائع 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 بكل المقاييس. طيب هقلب كل المكونات دي اهو، تمام. بعد ما بضيفها بضيف دبس الرمان حوالي 3 معالق كبيره من دبس الرمان، لو حابين ممكن تضيفوا هنا معلقتين وتاخدوا معلقه تضيفوها مع الصوص اللي بنحطه او اللي بنسوي المرقه اللي بنسوي فيها المحشي ورق العنب، لكن انا بفضل شخصيا احطها كلها هنا، والليمون هو اللي بحطه في الصوص بتاع المحشي. مفروض ان احنا زي ما قلت نريح الخلطه دي حوالي ساعه، مش هيخسر، بس احنا دلوقتي هنشتغل على طول. المحشي ده ممكن نعمله صوابع عادي جدا، لكن الموضه في الخليج في المطبخ اللبناني والمطبخ الشامي والمطبخ الخليجي ان احنا بقوا المطاعم بيقدموا المحشي اللي فيه دبس الرمان على شكل مربعات، فالمربعات دي بيبقى المقصود منها ايه، ان هو لما يجي يقدمه لك سيرفيس كده في الريستورون بيبقى على شكل مربع ويحط حبات الرمان كده فوقيه، بيبقى شكلها جميل جدا. فهو بيقول لك ان ده مش المحشي الدولمه، لا هو العراقي ولا هو المصري، المحشي ده المحشي بتاع دبس الرمان، ده الهدف. ازاي بنعمل المحشي اللي هو مربع ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. عندي هنا يعني ممكن تشتروا الاطباق الصغيره بتاعت الصلصات زي المايونيز زي الكاتشب، بتبقى مربعه
ساعات مش بيبقى عندنا الحاجات دي في البيت، مش هننزل مخصوص عشان نشتري المربع بتاع المحشي. شوفوا اي علبة بتوع الحلقان، بتوع الاكسسوارات، بتوع الاطفال، الحاجات يعني مثلا بنشتري المعجون السنان والحاجات بتاعت النظافة الشخصية دي اللي بتبقى في الحمام، بتبقى على شكل محطوطة كده هنا يعني في مربعات. شوفوا اي حاجة مربعة صغيرة عندكم في البيت اغسلوها كويس واستخدموها في الحشو. انا دلوقتي هبتدي احشي المحشي بتاعي، بس قبل طبعا حاولوا تجيبوا الورق بناتي، او حتى لو كبيرة الورقة جي قسموها نصين بحطها هنا، بس حاولوا الناحية الناعمة هي اللي برا. هجيب الحلة بتاعت المحشي، الحلة بتاعت المحشي هي دي اللي قلتلكوا عليها، بتبقى صغيرة. بستعين بالبطاطس، دايما البطاطس حبيبة المحشي ورق العنب، لانها بتمتص الحموضة او الخل الزايد اللي بيكون في برطمان او في ورق العنب عامة. هحط بقى شوية شرايح بطاطس هنا بالشكل ده. موضوع سهل جدا، والمحاشي يعني على فكرة انا بدي عملت تعمل الحلقة بتاعت المحاشي دي، مش مثلا انا بحب المحشي العادي الدولمة، بحب اللي باللحمة المفرومة، لكن لما بيكون عندي عزومات بحب اتفنن في المحشي وتغيير. يعني ممكن نعمل المحشي اول رمضان العادي، ممكن نعمل بعد كده اللي بدبس الرمان، لما بيبقى فيه عزومة حلو ان انت تعملي 4-5 محاشي مع بعض بيبقوا لطاف جدا، والموضوع مش بياخد وقت. صدق هو بياخد وقت فعليا في الحشو، بس الخلطة بتتحضر. يعني ممكن تحضري تعمليهم تحطيهم في التلاجة، تاني يوم تسويهم، وتبقي يعني الناس حلوة جدا لما يكون عندك ضيوف يقعدوا يسألوكي الله المحشي ده مختلف، طب خلطتك عاملة ازاي، فبيبقى في مواضيع للنقاش وتبقي حاسة انك عملتي حاجة واختراع شوية في المطبخ. طب انا هاخد شوية من الحشوة بالشكل ده، ما نكترش الحشوة، وهناخد هنا نعمله على شكل مربع. طبعا اشتغلوا من غير جوانتي، انا بس عشان الحشوة سخنة لسه ما بردتش ومش عارفة اتحكم فيها اهو، وبنديله الشكل المربع ده، وبعد كده بنقلبه بكل سهولة وبنرصه في الحلة من تحت. الميزة في المحشي المربع ان انتوا سهل ان انتوا ترصوه في الحلة، لكن بالنسبة للجوانب ساعات بنبقى صعب ان احنا نتحكم فيه، فاللي بيحصل ان احنا بناخد طرنشات البطاطس ونوقفها من الجنب عشان نملي الفراغات، او حسب الحجم بتاع الفراغ نقطعها شرايح اي حاجة. عموما بنتننا ماشيين كده واحنا بنعمل ديكالاج كده للورقة بتاعت المحشي لحد ما تتملي الحلة بتاعتنا. هشتغل بايدي عشان اتحكم فيه احسن، هي الحشوة بتاعت تبرد. هاخد شوية من المحشي كده، قلنا الهدف من الشكل المربع ما هواش يعني نفس المجهود على فكرة، ما هواش مجهود خرافي عن الصوابع، لكن دي طريقة لطيفة من المطاعم صراحة، هم اول ناس عملوها ان هم يفرقولك ما بين المحشي اللي بدبس الرمان والمحشي اللي بالخلطة العادية، فبيحطوا على المربع ده الرمان، يعني بيبقى قاعدة كده لثلاث حبات رمان، بتبقى لطيفة خالص. هوريها لكم في الاخر بتبقى عاملة ازاي. نعمل تاني واحدة، افكركم ان الوصفة تركية لكن اكتشفت مع مرور الوقت ان هي مشهورة في الشام، لانه كلتها في كذا بيت شامي عند صحابي، وهي وصفات جدات يعني وصفة قديمة جدا، فعملناها مختلفة بدبس الرمان والليمون والبن والحاجات دي كلها، جربوها مش هتندموا. قلنا معلقة البن دي زي السحر مش هنحس بيها بعد كده، هتضيع وسط دبس الرمان وكل ده، ف ما تفوتوش الفرصة دي. تمام، مثلا الورقة دي كبيرة شوية بس هنتصرف. اضغطوا كويس عشان ياخد الشكل، وبعدين انزلوا بيها كده اهو، ونرص واحنا ماشيين. اظن كده الفكرة وصلت. انا هغسل ايديا وهطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نعمل نوع تاني من انواع المحاشي بخلطة مميزة. هي النهاردة
يعني حلقة خاصة بخلطات المحشي من كل الدنيا بكل الأسرار بكل التركات، بس صدقوني مش هتندموا. أشوفكم بعد الفاصل.